اي السلام عليكم ورحمه الله. ديت الباقات بتاعت او يعني الكتب تمام بتاعت المدارس اهو. ده البرايم ون اهي، هفتحها دلوقتي كله اهي. السنه باينه خالص اهي ماشي. ودي كتب البرايم، ديت البرايم 3 طبعا، هي كلها بتيجي متكتمة بالمنظر ده. ودي كتب التانية، تانية ابتدائي اهي السنة اهي برضو. نفتح ايه اي واحدة فيهم، وكل يا جماعة اللي بتباع عندي نفس النظام، نفس السنة، نفس التاريخ، نفس اللمعة تمام. فين اهو اي حاجة، هو كتاب ديسكفري اهو، الكتاب بيلمع اهو ما شاء الله اهو من جوه. ده كتاب الديسكفري طبعا، من جوه ناعم جدا، ناعم مجلة. اوريكم الرصة واطلع منها اي واحد، اي باقة، اي كتاب، كله عندي نفس النظام اهو. ده الديسكفري بتاع برايم 3، انا والله منقيه من يعني واخده واحده من الصف اهو. ايوه ايدي اهي، اجيب اي واحد فيهم اهو، مثلا ده يخرج اهو، ده طلع في ايدي كتاب الكونكت اهي، الكتابه اهيت اعلى كواليتي في السوق ما شاء الله اهيت اهو. الكتاب مش عارفه يا رب يكون باين بيلمع اهو، مش عارفه الضي بتاعه باين ولا ايه. بقى ده كتاب الكونكت بتاع برايم 3، عندي كل الكتب نفس النظام اهي. باقه اولى ابتدائي اهي، طبعا كتاب الكونكت بيكون كتاب واحد، البلس كتابين، البلس اكتيفيتي وستودنت، اللي انا ماسكه ده الاكتيفيتي بتاع اللزقه بتلزق في الكتاب. الاكتيفيتي بيكون ابيض واسود اهو، الاكتيفيتي ابيض واسود، بس ابيض واسود مش مشنفط اهو من جوه. ده كتاب الاكتيفيتي اهو، ولا يعني ولا مثلا مغلوش، ولا الصوره مثلا متصور معمول، لا هو مش متصور اصلا، احنا بنجيب النسخه الاوريجينال اهي تمام. ومعرفش والله مين بيبيع وبيبيع بكام، وعمري ما دخلت لحد وسالته، ربنا يصلح حال كل الناس. معرفش والله، الناس اللي بتسالني انا شفتها في الحته الفلانيه بكام، والله يا جماعه معرفش، معرفش اي حد خالص، ولا ليا علاقة بأي حد، كلهم ربنا يبارك فيهم، كلهم ربنا يرزقهم اهو. ده كتاب الدين بتاع تالتة اهي، الكتب من جوه والوانها ايه يا رب. ده كتاب ديني اولى ابتدائي، انا بشد والله من البتاع يعني ايه ايديا كده حسب ما اجيب اهو. ده كده اولى باقت تالتة، لسه كمان عايزة اجيب البلس بتاع تالتة. ثواني اوقف البتاع ده منين اهو. ده الكونكت بلس بتاع برايم 3، بيجي طبعا ايه كتابين جوا بعض اهو. الكتاب شوف بيلمع ازاي ماشي، لونه اخضر الخفيف ده ماشي. ده كتاب الاكتيفيتي البلس كتابين اهو، ده كتاب الاكتيفيتي ابيض واسود اهو من جوه. كل التسليم عندي كله نفس النظام، اللي عايز ياخد 200-300 نسخ كلهم نفس النظام، مفيش واحده فيهم هتطلع معيوبه، مفيش واحده فيهم الحمد لله هتطلع فيها مشكله اهو. الكتاب بيلمع ازاي، ده ابيض واسود وبيلمع خالص اهو. ده الاكتيفيتي، ده كتاب الستودنت ده برايم 3 اهي يا جماعه ما شاء الله الالوان بتنطق اهي. اخر حاجه ما فتحناهاش بقى، ما فتحناش طبعا
طبعا، وعندي الكي جي 2 وعندي، وهينزل قريب جدا نازل الرابعه ابتدائي والخامسه ابتدائي اهو. انا بشد اي كتاب، ما اعرفش والله بيطلع معايا كتاب ايه. ده كتاب الماث طبعا، بينزل كتب الماث من اول تانية ابتدائي يا جماعه تمام. كي جي 1 كي جي 2 برايم 1 ما عندهمش كتاب ماث منفصل، كتاب الماث من اول تانية ابتدائي اهو، عشان الناس بتفضل يعني تقول لي تتصل بيها مخصوص، تفتكر اني مثلا ان انا ايه بهرب ولا حاجه. بمعنى ان عندي شبكه وحشه جدا والله، انا شغاله بتليفونين والشبكه عندي مش عايزه اقول زي الزفت بصراحه. ده كتاب الماث بتاع تانية ابتدائي اهو المدرسه، وكتب الماث بتنزل من اول تانية ابتدائي تمام كده اهو. الكتاب يعني يكاد يكون فاضي، لازم طبعا الكتب دي غير كفيله طبعا بتاسيس الطفل، لازم ليها كتب خارجيه، وطبعا انا بعمل فيديوهات كتب خارجيه كتير. ده كتاب الماث، نفتح اي واحد، هات اللي على الوش ده وخلاص اهو. ده كتاب الكونكت ده، يا رب تكون اللمعه باينه. كل الكتب عندي اولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي كي جي 1 كي جي 2، هتبقى كده برضو برايم 4 نفس النظام اهو. كتابها يا جماعة والله كله زي بعض، واكيد اللي استلم مني ومن السنة اللي فاتت عارف شغلي عامل ازاي. بس دي كده الكتب بتاعة المدرسة. طبعا الورق غلي، الباقات تم تعديل سعرها، باقات اللي هي كتب المدارس تم تعديل سعرها، وانا ملياش اي ذنب طبعا في تعديل سعرها ده خالص. كل الورقيات زادت، ربنا معانا يا رب. شكرا.